حين يتحول الألم إلى أمل، قصة ترويها الدكتورة نجوى آل معروف، معالجة نفسية ومرشدة اجتماعية وتربوية في ضيافة سيدتي. أهلا بك دكتورة نجوى. هلا مرحبا، حياكم الله. دكتورة نجوى، بداية، من هي نجوى آل معروف؟ نجوى آل معروف بداية معاقة من الولادة ولله الحمد، محاربة للسرطان. كنت مريضة سرطان وما زلت الحمد لله أحارب فيه. بدايتي كبداية أي طفلة، شعرت بعدم الانتماء للمجتمع. بديت أحاول أندمج بطريقتي البسيطة، وبعدين شوي شوية بديت أنه أتعرف على مهاراتي، أتعرف على قدراتي، أزداد ثقة بنفسي أكثر، أبرز نفسي في المجتمع اللي مو شايفني واللي أنا غريبة أعتقد عنه. فمع الأسف للأسف طبعا هذه حقيقة أساسا، مولودين إحنا بإعاقة. في فترة نمر فيها، فترة التعرف على الذات، تبدي تشوف الكل مختلف وانت مختلفة وما انت فاهمة ايش سبب التغير، فتبدي يا انك تندمجي مع المجتمع بسهولة او تبدي في عندك ليش ايش معنى، ولسه عقلك ما يعي انه ابتلاء وانه من الله والكلام هذا كله، ف يعني تحتاج وقت عشان تستوعب الفكرة. فالحمد لله بديت بنفسي كبداية، بديت انه انا أثق بنفسي، أنا أشوف مهاراتي أطورها، أشتغل على نفسي أنا. وأعتقد أنه يمكن هذا سبب أنه أنا الآن نجوى المعروف أو دكتورة نجوى المعروف، أنه أنا عرفت أنه الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صحيح. مش أنك تغير المجتمع، غير نفسك والإيجابية اللي فيك راح تنطلق للجميع. دكتورة نجوى، يعني حضرتك دكتورة، كلمينا عن مسيرتك التعليمية. مسيرتي التعليمية في البداية كانت عادية تقريبا، إلى أن أنا أصبت بالسرطان طبعا وتقاعدت. أنا كنت حاصلة على الماجستير، ماجستير علاج بالفن. بعدين بعد ما أصبت بالسرطان طبعا تقاعد تقاعدي المرضي، وبدأ توجهي يختلف تماما. بديت أحسب حساباتي بطريقة الآن ما في أي ضغوط، فاختياري حيكون نابع عن ذاتي. أخذت الدكتوراه في التخصص اللي أنا أحبه، كانت أصلاً رسالتي دمج المعاقين وأسرهم في المجتمع. أكيد من واقع تجربتي. نعم. وبديت سويت فريقي التطوعي من كل فئات الإعاقة، كل فئات الإعاقة، يعني السمعية والبصرية والإعاقات العقلية والحركية وغير المعاقين. سويت فريق لمجتمع مصغر، فكرته أنه نحن نقدم فنون ومهارات التعامل مع ذوي الاحتياج الخاص بطريقة تطبيقية. أنت تتعاملي مع الصماء بطريقة مباشرة، فتعرفي كيف تتعاملي معها، الكفيفة تعرفي هي كيف تسير في حياتها وتستخدم الآلات والتكنولوجيا. فكانت هذه البداية. بعدين بديت أنطلق أكثر، أروح مؤتمرات أكثر، أطور في نفسي أكثر في مجالي، مجالاتي الاجتماعية بدأت أكثر والمبادرات، والحمد لله. يعني قررت التغلب على إعاقتك ووظفتيها. نعم. لخدمة المجتمع. نعم، ما شاء الله. دكتورة نجوى، تكلمت كثير عن الاندماج. نعم. دمج الأشخاص ذوي الهمم هم وأسرهم. نعم. في المجتمع. لو تكلمت شوية عن المجتمع، إيش هو المجتمع؟ ليه المجتمع أخذ هذه الفكرة السيئة جدا، أو ينظر هذه النظرة الدونية للأشخاص ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة؟ طيب، بس خليني أعدل لك كلمة. بس ذوي الهمم، نحن عندنا تحفظ في هذه الكلمة، ليس كل ذوي همة معاق، وليس كل معاق ذوي همة. مزبوط. وليس كل ذو إرادة معاق، وليس كل معاق ذوي إرادة. الفكرة المسميات هذه تكهل وتتعب نفسيا. يعني أنت لما تقولي لي ذوي همة وأنا أصلا ما عندي همة، ولا أقدر أحرك، ولا أبغى أحرك حاجة، فأنت تثقليني بعبء نفسي. صحيح. لكن المسميات الصحيحة هي ذوي الإعاقة. الإعاقة من عائق، معيق، مانع، ولا يعني المنع بالكلية، تستطيع أن تتجاوز المنع. فهي هذه الكلمة الأصح يمكن، عشان بس تعديلا للتوضيح. الدمج، أو نتكلم عن المجتمع أنا وإنتي وبنتي وأختي وصديقتي وولدي، وهذا هو المجتمع. المجتمع عامة أنا ماني مطالبة أني أغيره، ولا أنا نظرتي أنه ينظر لي أنا كشخص مثلا أو لغيري. المجتمع ما زال ينظر للمطلقة مطلقة، والأرملة أرملة، وما زال ينظر للطبقية، ما زال. يمكن المطلقة هي مسميات اجتماعية دكتورة. صحيح. نجوى، لكن لما أنا أجي مثلا أطلع على شخص مريض، خلينا نقول عنده شيء بسيط جدا. طيب. اللي هو مثلا البرص. طيب.
انا اطل عليه بشكل انه مو عاجبني والله هذا الشخص بشكل اشمئزازي بشكل مقزز، ليه ما زال عندنا قل الوعي باني هذه اشياء اصابه او ابتلاء وتحدي من الله عز وجل لهذا الشخص، ليه ما اطل عليها على هذه الناحيه؟ ليه لسه ما زال عند المجتمع هذا النقص من الوعي بخصوص الاشخاص اللي محتاجين ان هم انك تعاملني عادي، عاملني عادي. ما انا قلت لك قبل شويه هي نظره مجتمع كامل، هذه النظره يعني انا ما اتوقع اني اغيرها في يوم وليله. صح. الوعي موجود. يعني نكذب إذا قلنا إنه ما في أحد يعرف إنه السرعة تسبب حوادث وتسبب إعاقات، الكل عارف بس الكل يسرع. صح. المشكلة مش الوعي، المشكلة المسؤولية المجتمعية، أنت كيف تشعر باتجاه هذا المجتمع واتجاه نفسك. يعني أنا مثلا الآن مثلا أقول لك إنه أنا ما أطلب منك إنك تسوي لي شيء، إذا أنا ما سويت أنا بقول لك مثلا حطي مسارات لكفيفين وأنا ما حاطة مسار في بيتي، أقول لك حطي لي منزلق في بيتك وأنا أصلا ما حطيت شيء لهذه الفئة، فمعناها أناقض نفسي. كل واحد هو مجتمع بحاله، أنا في نظري كل واحد يبدأ بنفسه راح تنتشر الإيجابية، بيتي وبيتك وبيت فلانة وأنت راح تنتقلي وينتقل للعالم المحيط فيكي. لكن دكتورة نجوى، مو أنت شخصيا عانيتي من بعض المشاكل والصعوبات اللي واجهتيها من المجتمع؟ ما زلت أيضا يعني بتنظري أنه المجتمع معليش هو ما أخطأ، ليه أنت ما أخذتيها مثلا زي ما الكل أنه بيأخذها أنه هذا خطأ مجتمعي؟ أنا لا أرمي خطأ خطأي أو خطأ غيري على مجتمع كامل. صحيح. حقيقة، وفي ناس كثير أصلا يعني عندهم هذا وعندهم الاستعداد بس مو عارف الطريقة ولا الآلية. فأنا ما أقدر أنه أقول لا أنت ما تعرف حقي أو ما تعرف قدري أو ما تعرف تتعامل معايا. أنا غير متواجدة الآن، أنا بكون صريحة معك في أغلب الأماكن نحن ما نستطيع التواجد لأنها ما تكون مهيئة. فأنت ما أنت عارفة أنه هل المعاق ممكن يكون موجود جنبك، جنبا لجنب في الدراسة، جنبك لجنب في العمل، في المجالات الأخرى، فأنت ما تعرفيني، فكيف تقدري تتعاملي معايا؟ أنت ما تعرفي كيف بنائي لا التفكير ولا الثقافي ولا أي شيء، فكيف تتعاملي معايا؟ أنا ما أطلب من شخص ما يعرفني أنه يحط لي منزلق. صحيح. فأنا ما أطلب، أنت عارفة أنا حتى قبل فترة كنا نتناقش على الأنظمة والقوانين بأنها تردع وأنه لازم يكون المجتمع في أنظمة لذوي الإعاقة عشان تضمن حقوقهم، فقعدت أنا من النوع اللي ماني مؤيدة، أنا أبغاك تقدم الشيء بحق. ماني مؤيدة لإيش؟ ماني مؤيدة لبعض الأنظمة الإلزامية أنك تسويها عشان للمعاق. ليش؟ لأنه أنا ما أبغاك تسوي شيء غصب عنك، أنا أبغاك تسوي بحب، تسوي الشيء لانه انت عارفه انه انت راح تسوي لي. انت لما تجي انا ضيفه عندك في بيتك راح تسوي لي كل حاجه مهيئه لي تماما بحب. صحيح. يختلف لما انا اقول لك نحن طلبنا منزلقات، اغلب المنزلقات معليش ابدا يعني غير لائقه، لانه الفكره ايش هي؟ الفكره انك بتسوي عشان ترضي الناس مش عشان ترضي نفسك ولا عشان ترضي ربك، فهنا مشكله. يعني فانا ليش اسوي المنزلقات اصلا؟ انت كانسانه بتمشي على رجولك ممكن تطيحي منها. وعلى فكره ليس كل منزلق مع أنا مهيئ لذوي احتياج خاص. طيب عندك اللي يمشوا على عكاز هذول فينهم؟ طيب الكفيف عندك فينه؟ فدائما حاطين منزلق معناه منزلق يعني خلاص ترى مهيئ لذوي احتياج خاص. عندي بعض بنات مثلا في التوظيف تجي يقولوا لك مثلا انه المعاقات ما يندمجوا في التوظيف ولا يتوظفوا، فكنت اسالهم عن الامان الوظيفي، قالوا نحن حاطين لهم اسانسيرات وتقدر تطلع وتتنقل. طيب سؤال، لو عطل الاسانسير او صار حريق انا من وين اطلع؟ إذا كان أغلب الأماكن ما في أصلاً للحرائق أو مكان إني أنا يعني أروح له، هو في سلالم، مخرج طوارئ. طيب إيه نعم مخرج طوارئ في سلالم، بس سلالم. أنا طيب في الدور اللي فوق كيف أنزل؟ صح صح مزبوط كلامك. فنظرتهم نظرة خلينا نقول ليست كتجربة، نظرتهم نظرة يعني على أوراق، يعني أنا أقدر أقول إنها نظرة على أوراق. صحيح. فلما أنت تعاشر المجتمع وتعيش معه يختلف تماما عن كل القوانين والكلام اللي يقال. صحيح. طيب دكتورة نجوى، حدثيني عن الفريق التطوعي الذي قمت بإنشائه. هذول بناتي، يعني أنا أقول لهم أنتوا بناتي. فريقي التطوعي يشمل كل فئات الإعاقة، عندنا إعاقات عقلية وسمعية وبصرية وحركية وغير معاقات أيضا في نفس الفريق. فكرته سوينا مجتمع مصغر، دمج حقيقي، نتعامل كلنا مع بعض، حتى لدرجة أنه بعض أسرهم يعني الأم والأخت والأخو كلهم يبوا يدخلوا معنا في نفس الفريق. جميل. جونا يختلف تماما، نحن مجهوداتنا شخصية، ما في أي أحد يعني أو جهة تدعمنا أو تساعدنا، إحنا كلها مجهودات شخصية، نقدم الشيء بحب، كل واحد باللي يقدر عليه، يعني عارفة كأننا طالعين نعطي الشيء بدون ما نستنى مقابل من أحد.
فهذول يمكن انا سعيده جدا انه انا انتمي لهذا الفريق، مش بس اني انا اسسته، انا سعيده اني انتمي له لانه كلهم يتعاملوا يعني بحق. نجحتي يا استاذه نجوى بانك تكوني باعثه للامل ما شاء الله بثلاثه دكتوره محاربه للسرطان وكمان الفريق التطوعي هذا، يعني ما شاء الله. وكمان في نقطه مهمه ذكرتيها لينا انك الرياضه. نعم. تقولي أنت تحملي أوزان ثقيلة كمان. أنا أصلاً أتدرب طبعاً رياضة، وغير كذا إنه طبعاً متعلمة مهارات فنون ومهارات التعامل مع الكرسي. شفنا ما شاء الله. غير كذا إنه طبعاً أنا أمشي بالكرسي مسافات طويلة، يعني هي تعتمد كثير على قدرة التحمل. الحين إن شاء الله بإذن الله بإذن الله، يعني نحن طموحين إنه ندخل إن شاء الله بإذن الله في المجال الرياضي كمعاقات قريبة بإذن الله. نشوفكم في البارولمبيك. أنا متأكدة إنه أنت قدها إن شاء الله. أنا متأكدة. الله يسعدك، وإن شاء الله البنات فيهم خير وبركة ومتحمسين جدا، بس نستنى إن شاء الله الموافقة بشكل رسمي. حلو. وإن شاء الله بإذن الله راح. يعني كم الوزن اللي تقدر تشيليه دكتورة نجوى؟ الأوزان خليها شوية على أساس إنه أنا الحين في مجالات أخرى إن شاء الله بإذن الله قريبا عندي فعالية. فنحن إن شاء الله ماشيين على هالموضوع، فإن شاء الله ما حدخل في مجال الأوزان هذه أو الأثقال بشكل يعني احترافي، لا أنا حابة إن شاء الله أنه يكون في مجالات أخرى إن شاء الله قريبا راح تشوفها تكون مفاجأة. عندكم فعالية بالنسبة للبرنامج التطوعي؟ لا، هو في فعالية حتكون شخصية أنا قدمتها طبعا لهيئة الرياضة، هي حتكون وطنية ومحاربة للسرطان وفيها دعم للمعاقين ودور للمرأة ودور وطني، حتكون إن شاء الله من ضمن رسائل كثيرة خاصة أني تربوية اجتماعية نفسية، فحرصت أنها تكون لها أهداف قيمة إن شاء الله بإذن الله الفعالية. دكتورة نجوى، إيش ممكن تقولي كلمة أخيرة للمشاهدين عشان تزرعي في نفوسهم الأمل؟ أنا يمكن القاعدة السحرية كل إنسان يبدأ بنفسه. إذا أنت حبيت أنك تغير المجتمع أو تغير أي شخص لابد أن تغير نفسك أولا. صحيح. بداية هي مش كلمة، هو مجرد أنه أتمنى من الكل وتحية للجميع بدون يعني ما أنسى أحد. أنا عندي جروبات كثيرة ترى أمهات مميزات يعتنون بأطفال من ذوي إعاقة، عندي ملهمات أيضا من ذوي الإعاقة، فأنا أقدم تحية للجميع وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه يكون لنا لقاءات أخرى وإن شاء الله نكون أنجزنا شيء أكثر. أكيد طبعا. أكيد. يعني دكتورة نجوى المعروف شكرا لوجودك معنا، شرفتينا، وشخصية جميلة وواثقة من نفسها وبهذه الثراء يعني ما شاء الله في جميع المجالات، يديك العافية وإن شاء الله أنت تكوني ذخر للوطن ونشوفك دائما في الفعاليات. شكرا جزيلا. مشاهدينا بهذا اللقاء الجميل نكون وصلنا لختام برنامج سيدتي لليوم، انتظرونا غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.